طيب هنكمل ان شاء الله النهارده. النهارده يبقى الموضوع نظري الى حد ما، بس حاجه اساسيه جدا عشان تفهم احنا شغالين ازاي. امبارح كنا اتكلمنا بشكل سريع جدا كده على موضوع الدايركتوري سيرفر دون وايه ال داب وشويه كلام كده يعني مبسط. الاول ايه اللي هناخده في الكورس؟ اتكلمنا شويه كلام بسيط جدا، عملنا انستول بشكل سريع جدا، ما اتكلمناش بشكل عميق قوي في حكايه الانستليشن ديت، وقلنا هنرجع عليها مره تانية بالتفصيل. فالنهارده تعالى كده ايه نراجع على شويه حاجات بسيطه خدناها ونكمل في ايه في حاجات جديده. هنرجع لحته بتاعه الانستليشن بتاعه امبارح. خلاص مش هنعمل انستليشن بس، واحنا بنعمل انستول امبارح هفكرك بحاجه كده صغيره جدا عملناها. فانا هعمل ايه بسرعه كده على السريع؟ ممكن اشيل الدايركتوري سيرفر واعمله انستول مره تانيه، بس قبل ما اشيله واحطه مره تانيه هعمل ايه؟ هندردش شويه بس في شويه مواضيع. تعالى نفتح الوورد كده مع بعض ونايه ونكمل. قبل اي حاجه تعالى اكلمك على ال داب. خلاص ايه بقى موضوع ال داب ده بقى يا سيدي؟ وليه ال داب ده مهم جدا؟ بص ال داب مبدئيا كده، متاكد من اللي بقوله لك، ان اول ما البروتوكول ده اتعمل ما كانش الهدف الرئيسي منه ان انا اخزن اسم مستخدم والباسورد بتاعته. خلاص يعني ما كانش التفكير بتاعهم وصل لمرحله ان هو يتعمل كاوثنتيكيشن سيستم، لا كان كل وظيفته ان اخزن بيانات صغيره جدا، زي ممكن تعتبره كده زي دليل تليفونات مثلا. خلاص حتى من اسمه، تعال كده امسك اسمه الاول ونفسره قبل ما نتكلم عن اي حاجه. تعالى كده ال داب ده اختصار لايه؟ ال داب ده اختصار لايت ويت دايركتوري اكسس بروتوكول. طيب حلو قوي. بص كلمة دايركتوري دي بالنسبة لك لو انت اتكلمت قبل كده، كلمة دايركتوري دي لو سألت معظم الناس دايركتوري يعني ايه؟ هيقول لك فولدر. عارفين فولدر؟ مكان بتحط فيه ملفات صح؟ لكن دايركتوري هنا بالنسبة لنا مش معناها فولدر خالص نهائي، انسى المصطلح ده. دايركتوري بالنسبة لنا اعتبرها زي دليل التليفونات، زي الدليل، زي داتابيز بالظبط. كلمة دايركتوري بالنسبة لي هي عبارة عن دليل. خلاص؟ طيب اكسس بروتوكول، احنا قلنا قبل كده بروتوكول يعني ايه؟ لو حد فيكم فاكر قبل كده من زمان قوي، اول ما تسمع كلمة بروتوكول معناها ان في ايه؟ حاجة طريقة كلام بالظبط. الطريقة اللي هيتكلموا بيها. اكسس معناها ايه؟ وصول، ممكن نترجمها وصول دلوقتي. طيب دايركتوري قلناها دليل صح؟ ولايت ويت خفيف. من الاخر معناها طريقة او البروتوكول او الطريقة اللي هتسمح لي ان انا هاكسس البيانات دي. خلاص؟ طيب حلو جدا. يبقى ال داب ده عبارة عن ايه؟ بروتوكول بيسمح لي ان انا اكسس دليل موجود فيه بيانات. ممكن تعتبره كده زي دليل التليفون مثلا كبداية، يعني كمجرد بداية بالنسبة لنا. طبعا هو اكبر من كده بكتير يعني، بس ممكن تعتبره كده كبداية معانا، ان هو عبارة عن بروتوكول بيسمح لك تخزن وتسترجع بيانات زي دليل التليفونات بالظبط. عارفين دليل التليفونات كان ايه اللي موجود فيه؟ كنت بتلاقي كده دليل التليفونات عبارة عن ايه؟ كتاب كبير جدا كده، كنت بتلاقيه بتاع 2000 صفحة كده مثلا ولا حاجة، وموجود فيه الاسم والرقم اللي موجود عندك صح؟ الاسم والرقم، الاسم والرقم، وكنت بتلاقي ان الاسماء مترتبة ترتيب ايه؟ ترتيب ابجدي صح؟ صح. الناس اللي كان عندها تليفونات ايام زمان اللي كانت بتشتغل كان فيها بكره كده بتلف، انا افتكر وانا صغير. فده كان الناس كلها بتستخدم ايام ده ليه تليفونات قبل ما كان يظهر، قبل ما كان يظهر عندها الاظهار الرقمي وكلام من ده. فكنت بتلاقي جنب كل تليفون لازم يكون في الدليل بتاعه جنبه. طيب كان في حاجه كمان مع كل اسم ورقم، كنت بتلاقي في الاول هنا كده، كنت بتلاقي في الاول عندك كده ايه؟ ايه؟ الرقم التسلسلي. خلاص؟ ايه الرقم التسلسلي؟
تسلسلي، وفي كمان بيكون في ايه كمان، بيكون في رقم للصفحه، صح صح ولا كلامي غلط؟ ما كنت بتقول لواحد صاحبك، واحد صاحبك اتصل بيك قال لك رقم مش عارف محمد ابراهيم فين، تروح انت قايل له ده موجود الرقم، هتلاقيه مش عارف مثلا رقمه 37000 ولا 73200 في صفحه رقم 630. كان الراجل ده اسهل حاجه عنده بيعمل ايه؟ مش هيروح للرقم ده، هيروح الاول لمين؟ للرقم ده، وبعد كده يروح لمين؟ للرقم ده. هو بالظبط بالظبط ال ده شغال بنفس الطريقه ونفس الاسلوب بالظبط. بالمناسبه انت عمرك ما كنت هتلاقي مشترك واحد في الدليل، يعني عمرك ما هتلاقي انتري واحده هنا. الانتري دي خلي بالك بالنسبه لي هي عباره عن مشترك، صح؟ يعني الانتري دي اللي هو اسم المشترك، الرقم التسلسلي والاسم ورقم التليفون بالنسبه لي هو مشترك، فهو اوبجكت، صح؟ بسميها انتري. الاوبجكت بالنسبه لي بعتبره ان هو حاجه اسمها انتري، خلاص. فالانتري الواحده دي عمرها ما تتكرر تاني. يعني لو انت عندك مشترك عنده رقمين تليفون مختلفين، لو مشترك عنده رقمين كنت هتلاقي اسمه مكتوب مره واسمه مكتوب كمان مره، صح؟ بس ايه اللي بيكون يونيك عنده؟ رقم التليفون ده، صح يا ريس؟ بالظبط نفس الطريقه اللي كان شغال بيها دليل التليفونات شغال بيها مين؟ الليل ده بدا. طيب كلام جميل، حلو جدا. طيب يا سيدي، ينفع عمر حد فيكم، عمر حد فيكم شاف دليل تليفونات الخانة بتاعت اسم المستخدم مش موجودة؟ ينفع؟ طب عمر حد فيكم شاف دليل تليفونات رقم التليفون مش موجود؟ طب انا هحط اسم من غير تليفون ليه؟ او هحط اسم من غير رقم ليه؟ او هحط رقم من غير اسم ليه؟ بذمتك ينفع؟ ما ينفعش، صح؟ ما ينفعش. طيب في ناس بقى كان عندها دليل تليفونات تاني شبه اللي عندك شويه، بس هتلاقي فيه معلومات زياده. انت عارف مين؟ يعني كنت هتلاقي كده قال زمان في دليل تليفونات تاني بس موجود عند السنترال نفسه، خلاص. حد فيكم عارف 140 دليل؟ قبل 140 دليل ده بقى ما كان يظهر كمان كان في فاكرين السنترالات المركزيه؟ لا لا، قبل مسار الاتصالات كمان ما كانت تظهر بالمنظر اللي احنا شايفينه النهارده ده. كان كل قريه كده او كل مدينه عشان تعمل مكالمه محافظات او مكالمه دوليه كنت بتروح للسنترال بتاع المدينه دول، صح؟ صح ولا كلامي غلط؟ في الافلام القديمه حاجه شبه كده يعني عندنا. كنا بنتكلم الاول، انا عايشت الايام دي وانا كنت صغير. الاول بتكلم السنترال الصغير ده، السنترال الصغير ده ايه؟ يحولك على المكالمه اللي انت عايزها بره، صح؟ طيب انت كشخص، انت كشخص هو مستخدم حبيت تكلم رقم موجود بره في حته ثانيه، كنت بتروح الاول لمين؟ للسنترال الصغير ده. طيب السنترال الصغير ده انت كان بالنسبه لك انت كان بيفرق معاك، كان بيفرق معاك تعرف مكان الراجل اللي بره دون فين؟ يعني لما تقول له انا عايز اكلم السعوديه كان بيفرق معاك تعرف مفتاح السعوديه ايه وكلام من دون، ولا كان السنترال اوتوماتيك بيبقى عارف مفتاح السعوديه كام وروح مزوده على الرقم ويشغله؟ السنترال بتصرف، انت بتدي له الرقم هو اوتوماتيك بيتصرف. طيب معنى كده ان السنترال ده كان عنده زي قاعده الاسماء بتاعتك ديا، لان انت خلي بالك انت كنت بتعمل ايه؟ انت كنت بتكلمه في التليفون تقول له لو سمحت انا عايز اكلم اخويا اللي في السعوديه، صح؟ وبعد كده هو يقول لك طيب هنكلمه ونحول لك المكالمه، بتقفل انت معاه وبعد ربع ساعه او 10 دقائق بتلاقي التليفون بتاعك ابدا ترنك، فاكر المصطلح ده؟ تليفون طويل، وبعد كده ترد عليه تلاقي السنترال ايه اللي حصل؟ حول لك المكالمه، صح؟ صح ولا غلط؟ يبقى السنترال كان بيبقى عنده معلومات زياده غير اللي موجوده عندك. طيب معنى كده ان انت في دلوقتي عندك قاعدتين بيانات، واحده خاصه بالمستخدمين قاعدين في بيوت وواحده خاصه بالسنترال. طيب او السنترال اللي هو الجزء الصغير ده، طب السنترال المركزي عنده قاعده بيانات ثالثه؟ يعني السنترال المركزي عنده قاعده بيانات ثالثه؟ عنده قاعده بيانات ثالثه. ايه اللي موجود فيها؟ فيها اسم المشترك، فيها رقم التليفون، فيها العنوان بتاعه، فيها دفع الحساب بتاع الشهر ده ولا لا، صح؟ صح ولا غلط؟ كل بيانات المستخدم دون. طيب عنده كمان الراجل ده استهلك فاتوره التليفونات بقد ايه الشهر ده؟ طيب في كمان ايه؟ ميعاد السداد اللي جاي امتى؟ صح؟
معنى كده ان انت بقى في عندك قاعده بيانات ثالثه، او في عندك بيانات كمان زياده موجوده. طيب بذمتك لو انا بصمم بروتوكول محترم، هل ينفع ان انا اقعد كل او اقعد كل شويه طول ما انا شغال كده اخلي اكتر من نسخه من البيانات موجوده؟ ولا المفروض لو انا بعمل حاجه محترمه اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كل اللي عليا هعمله هعمل لكل واحد، او هعمل هي قاعده واحده بس فيها البيانات كامله، اتريبيوت واحد بيوصف الاسم، رقم التليفون، العنوان، مش عارف رقم السويتش بتاعه ايه، مش عارف كل بياناته بالكامل، كل حاجه عنه، المكالمات اللي عملها، كل حاجه بمعنى كل حاجه. وبعد كده ادي لكل واحد اكسس على اللي هو عايزه او اللي هو محتاجه. يعني المستخدم هيبقى دليل التليفونات بتاعه في الحتتين دول بس، الاسم ورقم التليفون والعنوان مثلا. طيب السنترال الكبير نفسه هيبقى عنده كل البيانات دي، السنترال المركزي بتاع الحكومه. طيب السنترال الصغير اللي في بتاع اللي في اللي موجود في في كل قريه صغيره دول يبقى عنده بس وليكن نص المعلومات دي. طب انا هتحكم في الاكسس بتاعها ازاي؟ بما ان الطريقه الاولانيه كانت عباره عن ايه، كتب، فكان الموضوع بتلاقيه سهل، كتاب بيطبع والموضوع منتهي خلاص. لكن لما بقى الموضوع كله عباره عن كمبيوتر، بقى المفروض يكون عندي ايه، او المفروض البروتوكول بتاعي دلوقتي يسبورت ايه؟ يبقى المفروض البروتوكول بتاعي اللي انا شغال بيه دلوقتي يسبورت لي فيتشرز ما كانتش موجوده قبل كده. زي ايه؟ زي ان انا اعمل مثلا اكسس كنترول ليست، صح؟ صح ولا غلط؟ والاكسس كنترول ليست دي انا هتقول لي مين يشوف ايه؟ يعني انا ممكن اقول لك كده السنترال الرئيسي بتاع رمسيس مثلا ده الوحيد اللي عنده كل البيانات بالكامل خلاص؟ والسنترال بتاع رمسيس ده هيبقى فيه الشخص اللي اسمه احمد وعلي ومحمد، ليهم اكسس على كل انواع البيانات، كل حاجه. طيب السنترال الفرعي ده هو هيكون له اكسس على وليكن في 50% بس من البيانات. طب المستخدم وليكن له 20% في المية بس منها، ايه رايك؟ وصلت معايا الفكره اللي انا عايزها؟ يبقى انا كده وانا بصمم بروتوكول، او لما بتصمم بروتوكول زي ده، بروتوكول هيستخدم بشكل كبير، كان المفروض يكون فيه ايه؟ يكون فيه في الذهن كده ان هحط البيانات وهدي اكسس، او هدي ديفرنت ليفل اوف اكسس لانواع المستخدمين المختلفه. يبقى دي اول حاجه، حلو جدا. يبقى دي اول نقطه النهارده لازم تكون واخد بالك منها، لان هنرجع لها تاني كمان 3 4 ايام واحنا بنطبق الاي سي ال على ال ال داب ده. دي اول واحده. طيب الحاجه الثانيه اللي لازم تخلي بالك منها وتكون مركز قوي مع الحته دي وتفوق ليها جدا، هو حضرتك لما بتقدم على طلب تدخل تليفون للبيت، هل بتدخل تليفون الشهر ده وتيجي الشهر اللي بعده تقول لهم شيلوا التليفون مش هشغله تاني؟ ولا في الطبيعي ان انت لما بتقدم تليفون بفضل شغال معاك لمده سنين؟ بالتالي انا في ناس لحد النهارده، انا عن نفسي، احنا لما ركبنا تليفون في البيت ما اتشالش لحد النهارده، موجود. معظم الناس كده صح؟ لو حد فيكم يعرف حد بيدخل تليفون في البيت وبعد ما يدخله بشهر ولا شهرين ولا حتى سنه يشيله يقول لي، يعني الموضوع صعب جدا. يعني الناس اللي بتدخل تليفون خلاص الموضوع انتهى. نفس النظريه بالظبط بتنطبق على ال ال داب داتابيز، صح؟ ايه بقى موضوع ال داب داتابيز دي؟ ما هو ال داب ده لما يخزن المعلومات اللي احنا قلناها فوق دي مش هيخزنها في الهوا كده، ده هيخزنها في داتابيز خاصه بيه، صح؟ هيخزن البيانات. اللي عايز اوصله لك ان الداتابيز بتاعه ال ال داب دي ون، الداتابيز دي اوبتمايزد جدا لعمليات الايه؟ الريد، وسيئه جدا 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 في عمليات الرايت. معنى كده ان انت في الطبيعي بتاعك انت في البيت، هل بتحتاج تغير رقم تليفونك؟ طب هل بتحتاج تغير اسم مشترك التليفون؟ الطبيعي بتغير كم مره اسم المشترك؟ مره واحده في العمر مثلا، مره كل 20 سنه، صح؟ لكن كل شويه حد بيتصل بيك رقمك بيتغير؟ لا، الرقم ثابت. معنى كده ان رقمك ده بتاعك ده بيتقرا بشكل كبير جدا، لكن بيتكتب عليه صعب جدا بيانات تتكتب عليه. مش صعب، يعني بيحصل بشكل نادر. هو مش صعب، هو بيحصل بشكل نادر. طيب
لا عايز اوصله لك عشان نختصر بقى الوقت لكنا فيها كتير قوي، ان الداتابيس بعد ال LDAP اوبتمايزد جدا 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 لعمليات الريد، بتسمح ممكن اقول لك عشرات الالاف من عمليات الريد في الثانيه، تخيل. لكن عمليات الرايت ليها بتبقى صعبه جدا، عشان كده بيقول لك ان لما تيجي تعمل LDAP تبقى حاطط في اعتبارك ان انت ما تقعدش تعمل ريد ورايت، ما تعملش تقعدش تعمل اسف رايت كتير له، اعمل ريد زي ما انت عايز، ما حدش هيقول لك انت بتعمل ايه. لكن لما تيجي تعمل رايت لازم تكون حذر جدا، عشان كده الداتابيز بتاعه ال LDAP ما ينفعش يتخزن فيها بيانات زي السيكوال مثلا، صح؟ ينفع واحد يجيب موقع يحط البوستات بتاعه الموقع جوه ال LDAP؟ صعبه جدا يعني، مش منطقي يعني. فالمفروض لما بيعمل واحد موقع ولا بيعمل بلاج ولا باي حاجه بيحط بياناته فين؟ في سيكوال داتابيز. بس ينفع يحطها في ال LDAP؟ تكنيكالي ينفع، بس تخيل كده كل شويه واحد بيضيف، كلش انت عملت بوست النهارده واحد هيروح ضايف له، فايه اللي بيحصل لعمليه الريد؟ عمليات الريد بتزيد، بس عمليات الرايت برضو بتزيد. طبعا الكلام ده كلام تكنيكال مصيبه سودة، لان زي ما قلنا ال LDAP ما ينفعش العمليات ايه الرايت، ال LDAP عمليات الرايت بتاعته المفروض تكون قليله خلاص. طيب هتقول لي طيب حلو قوي، لو انا عندي شركه فيها 10000 مستخدم هينفع ادخل ال 10000 مستخدم دول؟ هقول لك ايوه صح، ما فيش اي مشكله خالص، دخل 10000 مستخدم، دخل 100000 مستخدم. هو انت بتدخل مستخدم كم مره؟ يعني تعال معايا كده للسيناريو الطبيعي اللي بيحصل في الطبيعي، بتدخل مستخدم كم مره في حياته؟ اول ما بيشتغل في الشركه. طيب بتمسحه امتى تاني؟ لما بيمشي من الشركه. طب ممكن تعمل دي اكتيفيت الاكونت كم مره في السنه مثلا؟ مرتين في السنه؟ مش برضه عمليات الرايت مش كتيره. انما تخيل عندك انت بقى، تخيل عندك انت عمليات الريد بالنسبه له هنا قد ايه؟ تخيل المستخدم ده بيعمل كل يوم اوثنتيكيشن، ومش بيعمل اوثنتيكيشن مره واحده بس، ده انت لو عندك سنترال اوثنتيكيشن سيستم زي اللي ده وانت مستخدمه، ده بيعمل اوثنتيكيشن الصبح اول ما بيشتغل، وبيعمل اوثنتيكيشن ممكن الموبايل بتاعه لو انت مطبق كمان الاوثنتيكيشن مع شبكه الواي فاي بتاعتك خلاص. فتخيل بيعمل كم مره اوثنتيكيشن، بيعمل كمان اوثنتيكيشن لما يفتح الميل بتاعه. يبقى تخيل كل يوم المستخدم ده بيعمل على الاقل 10 عمليات ريد كل يوم، بس بيعمل كم مره رايت في السنه؟ في السنه، مش بقول لك في اليوم، لا في السنه، في السنه 4-5 مرات مثلا، عرفت؟ شفت الفرق. بقول لك في السنه 4-5 عمليات كتابه. طب عندك كم موظف في الشركه هتعدل بياناتهم؟ طب هتعدل بنسبه كام؟ مش هقول لك بنسبه كام كمان، هتعدل كام مره في السنه بيانات المستخدمين؟ طب هتضيف كام مستخدم في السنه؟ تخيل. فشوف الفرق، هتلاقي الفرق واضح جدا بين عمليات الريد وبين عمليات الرايت. هتلاقي الرايت نسبته قليله جدا، لكن الريد يا ربنا يديك الصحه بقى، عيش حياتك، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه خلاص. يبقى انت النهارده خدت ملاحظتين، الموضوع الاولاني الاكسس كنترول، الموضوع الثاني ان ال LDAP اوبتمايزد جدا للريد ووحش جدا وسيء جدا في التعامل مع عمليات الرايت الكتيره. طيب الحاجه الثالثه نمسح ده، ابدا تاني. النقطه الثالثه بتاعت النهارده، لو انا عندي LDAP سيرفر، لو انا عندي LDAP سيرفر، ده ال LDAP سيرفر بتاعي خلاص، وعندي شويه مستخدمين. اتكلمنا امبارح بشكل سريع كده، انا عايز اقول ان او انا عايز اعرف المستخدم الاولاني خلاص، هعرف ان المستخدم الاولاني ده تاكسي درايفر، وهعرف المستخدم التاني ده ان هو تيتشر. حلو كده؟ طيب كلام جميل. لو انا قلت لك ان التاكسي درايفر ده لازم يكون عنده كونسترين، عارفين كونسترين يعني ايه؟ ها بأيده بشرط معين، ايه الكونسترين بتاعه؟ ايوه شرط معين. ايه الكونسترين ده؟ الكونسترين ده هقول ان التاكسي درايفر ده لازم يكون معاه لايسنس، لازم يكون معاه رخصه سواقه. طب التيتشر ده هفترض يعني بعيدا عن مصر خالص انه لازم يكون معاه بكالوريوس تربيه. طبعا الكلام ده ما بيطبقش في مصر خالص، يعني اي حد بيسوق واي حد بيدرس. فبعيدا عن النقطتين دول هنفترض ان انا عايز اطبق الشرط ده. طيب لو التيتشر ده
معهوش رخصة سواقة ينفع اشتغل مدرس؟ اه ينفع، ما هو خريج كلية تربية. طيب التاكسي درايفر ده ينفع يشتغل لو معاه دبلوم صنايع؟ اه يا عم ينفع، ايه المشكلة يعني؟ طب ينفع يشتغل هو برضو استاذ؟ اه ينفع برضو. طب ينفع انا احط شرط اقول ان سواق التاكسي دون ما ينفعش يكون سواق لو معاه بكالوريوس تربية؟ ينفع احط الشرط ده؟ ايوه ينفع احطه. خلاص. طب الشروط دي معتمدة على ايه؟ الشروط دي معتمدة حضرتك على حاجة اسمها السكيما. حد فيكم سمع قبل كده عن مصطلح السكيما دون؟ وتعالى اديكم مثال عليه بسرعة كده. السكيما ده حضرتك بص كده، حد فيكم عارف ان لما بتيجي تكتب مثلا موضوع، وليكن مثلا انت عملت بلاج وسميته مصطفى دوت كوم، رحت جاي على البلاج ده ورحت عامل ايه؟ موضوع جديد وسميته صباح الخير. انت عارف ان عنوان الموضوع بيتسجل، والتاريخ اللي الموضوع اتسجل فيه ايه كمان، والموضوع نفسه بيتسجل. انت عارف ان هو لما جه صمم الداتا بيس، قاعدة البيانات اللي هيتخزن فيها البيانات دي، قال لك ان التاريخ ده لازم يتحط له بيانات من النوع دي تايم. تخيل معنى كده، لو جيت في التاريخ قلت له ان التاريخ، لو جيت قلت له التاريخ كده وقلت له التاريخ بتاعك 1 2 3، هيقول لك ايه ده ما ينفعش. صح. معنى كده ان انا بجبره يستخدم نوع معين من البيانات. خلاص. يبقى كده لازم التاريخ، ممكن اقول له كمان التاريخ لازم يكون بالصيغه دي 1/1/2012 مثلا، دي الصيغه بتاعت التاريخ. يبقى ما ينفعش الراجل ده يدخل لي التاريخ بشكل خاطئ. ممكن اقول له ان العنوان ده لازم يكون سترينج، والموضوع ده ممكن يكون سترينج هو كمان. فلو جه الراجل ده دخل لي، لو الراجل ده جه دخل لي مكان العنوان تاريخ، او حط لي ديت مكان التاريخ، هيرفض، هيقول لك لا يا عم ما ينفعش، ما فيش عنوان موضوع يبقى باسم تاريخ، او بقول لك ايه، بكونتنت بتاع تاريخ، ما ينفعش. من الاخر انا عايز احط قيود على كل حاجه هخزنها، اي حاجه هخزنها ايا كانت، عايز احط لها قيود بحيث ان انا اتاكد ان الداتا اللي دخلت دي داتا فاليد. ليه داتا فاليد؟ عشان ما يجيش في مره اقول له انا عايز ابحث، انا عايزك يا عم تظهر لي يا ال داب، يا ال داب سيرفر، وريني ارقام تليفونات الناس، تيجي تلاقي رقم تليفون الشخص صباح الخير. ايه صباح الخير دي؟ في واحد رقم تليفون اسمه صباح الخير؟ ولا المفروض رقم تليفونه يكون 6623357 مش عارف كام، ولا 012 مش عارف كام؟ في ينفع حاجه زي كده؟ يبقى السكيما هي اللي بتحدد القيود اللي هتطبق على اي داتا هتتخزن، بحيث ان سيادتك لما تيجي تخزنها تعمل تشيك هل الداتا دي فاليد ولا لا. ماشي كده؟ ها ماشيين واحده واحده اهو. يبقى النهارده اتكلمنا عن 3 حاجات، حد عنده اي مشكله فيهم؟ اتكلمنا على السكيما واحده، اتكلمنا على ايه تاني؟ على الاكسس كنترول ليست، دي الحاجه التانيه. اتكلمنا على ايه تالت؟ ال ال ده مخصص لايه؟ حلو جدا. طيب تعالوا كده اوريكم حاجه صغيره قوي، تعالى كده اوريك حاجه صغيره جدا. المكنه بتاعتنا كان الاي بي بتاعها كام؟ 91 تقريبا، صح؟ حلو جدا. خليني كده اقول له فيم اي تي سي. اه بالمناسبه انت لما سطبت ال ال داب امبارح، لما سطبت ال ال داب امبارح ايه اللي حصل؟ ال ال داب خزن ملفاته في الفولدر اللي اسمه اي تي سي داير سيرف، او دايركتوري سيرفر يعني. ماشي كده؟ تعال نكبر لكم الخط ده كده. فين يا سيدي فين؟ حلو. اعتقد الخط كده اوضح شويه. الداير سيرف ده الفولدر اللي هيتخزن، اللي هيخزن او ال داب الدايركتوري سيرفر اللي هو 389 دايركتوري سيرفر هيخزن فيه بياناته. طيب حلو جدا. بص كده عندك هتلاقي في عندك فولدر اسمه سكيما، شايفه؟ هو الفولدر ده هيتحط فيه الملفات اللي هتحدد الكونسترينتس اللي سيادتك لما تيجي تخزن بيانات لازم يتشكل الكونسترينتس دي، هل بتحققها ولا لا؟ طيب كلام جميل، تعال نفتحها كده وليكن مثلا. بص عندك كده، بص عندك كده، شوف عندك كام كونسترينت
وهتلاقي كلهم تقدر تقول دف. هنرجع لموضوع ال دف ده وهنتكلم عليه بالتفصيل ممل، بس تعال افتح اي واحد فيهم وتعال اوريك. مثلا تعال افتح ده مثلا اخر ملف ده اللي هو 99 يوزر دوت ال دف ده، تعالى كده بص مفيش في اي كونسترين، مفيش في اي كونسترين. طيب تعال نشوف ملف تاني. ها يا سيدي، ها 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 ايه، تعال كده نفتح ده مثلا اي تي سي داير سيرف سكيما. بص كده، بص يا سيدي عندك السكيما دي، السكيما بتاع الاي نت اورجانيزيشن بيرسون. بص بتقول لك عندك اتريبيوت تايب ومش عارف ايه كده. على فكره حاجه اشرح لك الحاجات دي كده بس يعني كمان دقيقتين كده هجبلك بالتفصيل، بس اصبر عليا كده ثواني. بص كده انا هعرف اتريبيوت تايب وهديله الرقم دون، هديله الرقم ده والاسم بتاعه كار لايسنس. معنى كده انا بعرف اتريبيوت جديد اسمه كار لايسنس، الكار لايسنس ده الكي بتاعها له اي دي اللي هو الاي دي دون، والديسكريبشن بتاعها الفيكل لايسنس وريجستريشن بليت. طيب الايكواليتي كيس اجنور ماتش، هل السب سترينج كيس اجنور سب سترينج ماتش، السنتاكس بتاعها بينطبق عليه الرول دي. على فكره الرقم ده بتاع الرول اللي هتنطبق عليه ماشي. معنى كده انت هيكون في عندك رقم بالمنظر ده لازم تحققه، او لازم يكون عندك شرط بالمنظر ده لازم تحققه لما تيجي تخزن مين الكار لايسنس دي. طيب تعالى كده انا معرفش هي متخزنه فين، فتعالى نجيبها ونشوف هي في سطر كام ولا ايه نظامها. اقول له كده جريب داش اي الكلام ده من اي تي سي داير سيرف سكيما. استريك كده حلو جدا. ده موجود في ايه؟ اخوان ادي الملف اهو يا سيدي، عندك الار اف سي سكيما اهي. تعال نفتحها بقى كده. وتعالى ناخد الايه اللي احنا كنا ماسكينه ده، راح فين الاسم بتاعه يا سيدي؟ هو ده 1.15. ستين ار اف سي 3712. امسك تعلي كده، تعلي كده على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كده على اللس
مش لاقيها، بس ثواني. برضه مش موجودة هنا. طيب انا عايز اعمل ايه بس عشان اوريكم؟ انا عايز بس اوريك الشرط اللي بيحقق عنده السنتاكس. وصلت؟ يعني انا وريتك السنتاكس هنا مديله رقم، كل سنتاكس واخد رقم. لما يجي مثلا ياخد حاجه زي ده كده عندك اتريبيوت اسمه دوكيمنت لوكيشن، بيجي عشان تحط اللوكيشن ده لازم يحقق مين؟ الشرط ده اللي هو واخد الرقم دون. ده رقم الشرط اللي لازم يتحقق. رقم الشرط ده متعرف بس مش لاقيها، بس ثواني احاول اشوفها راحت فين عشان اوريها لك واثبت لك بنفسك ان كل اتريبيوت محطوط له فاليو لازم تتحقق. خلاص طيب فين يا سيدي فين؟ اللهم صل على النبي. طيب عشان بس ايه اختصر الوقت ممكن اعمل ايه؟ تعال هنا كده يا سيدي. فين فين فين؟ لا 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 لازم اوريها لك. الداب او اي دي بالمناسبه ايانا هي اللي بت ايه هي اللي بتحدد الارقام دي. خلاص امسك عندك كده، بص كده الارقام دي. فشفت انت الرقم اللي احنا كنا ماسكينه من شويه؟ تعال كده نعمل كنترول في. بص عندك كده الرقم ده كان بيحدد سترينج. بص افتح الرقم ده كده، بص عندك ده رقم الاو اي دي وده ديسكريبشن بتاعه. بص عندك
بالتفصيل ممل هون، وده ال RFC الخاص بيه. طيب شفت حضرتك بقى ايه اللي بيحصل؟ طيب ايه بقى ال OID دون؟ بص كده، انا قلت لك من شويه، تعال كده ارجع لك بسرعه كده بقى عشان ايه اوضح لك اللي انا كنت عايز اوريه لك، لان هو مش ظاهر عندي، فعلى كده اوريك. بص يا سيدي، انا عندي بني ادم، عندي شخص، هسمي الشخص دون وليكن اكس. اكس ده انا عايز اقول له انت عندك اتريبيوت اسمه ايد، واتريبيوت اسمه رجل، واتريبيوت اسمه لون الشعر، واتريبيوت اسمه لون العين. خلاص، عايز اقول له ان لون الشعر ده مثلا يا اما يكون بني او احمر او اسود، ممكن كمان ابيض، لكن ما ينفعش اي حاجه تانية غير دول. ما هو مفيش بني ادم مثلا شعره اخضر، حد فيكم شاف بني ادم شعره اخضر قبل كده؟ ما ينفعش يعني، صح؟ كلام مش منطقي. فعشان اعمل حاجه زي كده رحت قايل له ايه الاتريبيوت دون، انا هدي له رقم، هدي له حاجه اسمها OID. الOID دون هيتحدد لي انا كعيانه، هحدد مين، هحدد ان الرقم دون بيمثل الفاليو الفلانيه، والفاليو دي ما ينفعش الا تكون قيمتها كذا او كذا او كذا، او ممكن اقول له هي كذا بس. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول لك ان الاتريبيوت ده مثلا ده لازم يكون انتجر، يعني رقم صحيح. يعني لو قلت له انت عمرك كام سنه، ما ينفعش يجي يقول لي عمري 37 و3 من عشرة، هو 37 سنه. خلاص، وصلت الفكره؟ يبقى الاتريبيوت ده انا هحدد القيمه بتاعته، هحددها بس مش هحددها بالاسم بقى. خلاص، انا هحددها بايه حضرتك؟ هحددها بالقيمه. طيب ده الناس عملت حاجه زي كده ليه، او ليه كان ليه التفكير ان انا لما احط اتريبيوت بيوصف لي حاله حاجه معينه او حاله بني ادم او حاله اوبجكت عندي، او بيوصف اوبجكت بكل بساطه، ليه كنت احطه بالرقم؟ عشان اعمل حاجه اسمها ريوز. عارف ريوز يعني ايه؟ يعني انا عايز بكره اكتب سكيما بتاعتي، هسمي السكيما دي مصطفى سكيما. خلاص، مصطفى سكيما دي فيها ديت تايم، فيها وقت، خلاص، وفيها ايج، فيها عمر، ماشي كده، وفيها لون الشعر. تخيل بقى لو انا عندي واحد اسمه مصطفى، واحد اسمه احمد، واحد اسمه ابراهيم، واحد اسمه محمد. تخيل لو انا كنت بوصف او بحط الشروط، كل واحد بيحط شروطه بنفسه، كان هيبقى عندي كده كام اتريبيوت في الدنيا؟ كتير جدا، كتير جدا. انما انا بالمنظر ده انا عرفت اتريبيوتس مسبقه فيها معظم البشريه ممكن تستخدمه. خلاص، اهي انا عملت كده وقالت لك عايز تستخدمها، عايز تعمل السكيما بتاعتك بنفسك، اعمل السكيما زي ما انت عايز. فراح جاي مصطفى ده راح قال لك الديت تايم، انا هعمل يا عم اتريبيوت ومش هسميه ديت تايم، لا انا هسميه ديت بس، وهياخد القيمه او الفاليد فاليو بتاعته تكون الاوبجكت اي دي اللي رقمه 1.2.5.7. وجه الايدج مصطفى قال انا هسميه ايدج، جه احمد قال لك لا يا عم انا هخليها عربي، انا هعرب الكلام ده، انا هسميه العمر. بس الاثنين متفقين ان الايدج الفاليو اللي ينفع تتخزن فيه هي الاوبجكت اي دي اللي رقمه 1.3.2.5، وده برضه 1.2.3.5. انت عارف ده معنى ايه؟ انت عارف ده معنى ايه؟ ان لو احمد هو مصطفى حبوا يعملوا انتجريت مع بعض، خلاص، هيقدروا يعملوا انتجريت بكل سهوله. عارف ليه؟ لان الاثنين بيتخزن فيهم فاليو زي بعض بالظبط، بعيد بغض النظر بقى عن الاوبجكت اي دي ده اسمه ايه عندك، اسمه حاجه، خلاص، لكن القيمه الفاليو اللي ينفع تخزن فيه، اهم حاجه تكون الفاليو اللي ينفع تتخزن فيه متشابهه عند الاثنين. خلاص، طيب ده انا ليه بقول لك الكلام ده وليه قعدت اضيع وقتك بتاع 10 دقايق؟ عشان اقول لك على خازوق العالم كله لابس فيه لحد النهارده بسبب الحكايه دي. ايه بقى الخازوق اللي حصل فيه؟ ال داب لما جيت عمل، خلاص، ما كانش فيه ستاندرد موحد للبشريه كلها تشتغل بيه، ولما جيت عمل ستاندرد كمان الشركات ما التزمتش وهي بتعمل امبلمنتيشن للبروتوكول ده. خلاص، فايه اللي حصل؟ راحت جايه مثلا شركه زي مايكروسوفت راحت عامله اتريبيوت سمته ديت تايم،
وراحت شركة زي ريد هات راح الجاية راحت مسمياه ديت، وراحت جاية شركة زي اي بي ام مثلا سمته داي اوف مانث، اي اسم يعني. انا بحاول اجيب لكم اي اسم، فاي اسم ده معلش اعذروني على الاسماء الغريبة اللي انا بجيبها. راح جاية الشركة دي وحطت له فاليو، وراح جاية الشركة دي وقالت لك الفاليو تكون حاجة تانية، وجات الشركة دي حطت له فاليو تالتة. انت عارف ده معناه ايه؟ ان الراجل ده ممكن يخزن التاريخ بالمنظر ده، 1/1/2012، وجي واحد زي ده قال لك القيمة تكون كده، واحد او فيرست اوف جانيوري 2012، وجي واحد زي ده راح قايل لك ايه؟ انا هحط التاريخ الاول، او اسف هحط الشهر الاول، او هحط السنة الاول، وبعد كده الشهر، او بعد كده اليوم، وبعد كده الشهر. انت عارف ده معنى ايه؟ لو انت جاي دلوقتي تعمل انتجريشن ما بين الاثنين، تخيل ان نفس التاريخ ده هو نفس التاريخ ده هو نفس التاريخ ده، بس لما تيجي الاثنين يكلموا بعض، هل هينفع؟ مش هينفع، رغم ان قيمتهم واحده والمصحف يا بص احلف لك على الميه تجمد ان هي واحده. فده الخازوق اللي حصل، عشان كده كنت بوريك ان السكيما هي اللي متحكمه، وكان الاسهل والاحسن للبشريه ان لما كل شركه تيجي تعمل انتجريشن يستخدموا نفس السكيما. لكن اللي حصل ان ايه؟ كل شركه راحت عامله السكيما بتاعتها بنفسها وراحت مشغلاها، طبعا ده سبب كميه خوازيق غير طبيعيه. خلاص، عشان كده موضوع الانتجريشن ده موضوع صعب جدا جدا جدا، ولازم تخلي بالك وانت بتكون شغال. ماشي، طيب كلام جميل. يمكن اقول لك في السنوات الاخيره يعني بدات الناس تفكر ازاي اعمل انتجريشن بين الاثنين، وازاي اترجم ما بين الاثنين دول وبعض، ازاي ده كده يكلم ده، او ازاي ده يكلم الاثنين دول. خلاص، فبدات الناس تاخد بالها من الحكايه دي قوي 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 يعني، خصوصا اللي ده بقى بروتوكول اساسي والناس كلها او معظم الناس شغاله بيه لحد دلوقتي. حد عنده اي مشاكل؟ ها، حد عنده اي مشاكل؟ حلو، زي الفل. يبقى كده اتكلمنا عن مين حضرتك، اتكلمنا على السكيما كمان، دي الحاجه الثالثه. طيب عايز اقول لك بقى ان في حاجه اخيره بقى، في حاجه اخيره بقى، ان لما احط اتريبيوت عندي، لما احط اتريبيوت عندي، حد فيكم قبل كده اشتغل ويندوز؟ لو حد فيكم اشتغل اكتيف دايركتوري وبيعمل اوثنتيكيت لليوزر من الاكتيف دايركتوري، حد فيكم لاحظ ان ممكن لما تيجي تعمل لوجن على المكنه بتاع الويندوز، حد الاول في اللينكس عندك اليوزر اللي اسمه احمد، خلاص، غير اليوزر اللي اسمه احمد، صح؟ لو جيت تعمل لوجن بالاسم ده هيختلف عن الاسم ده ولا لا؟ هيختلف. لكن في ويندوز لو جيت قلت له كده احمد، هو نفسه احمد، صح؟ حلو جدا. معنى كده ان انت وانت بتخزن اتريبيوت لازم يكون عندك ايه؟ لازم يكون عندك ايه؟ لازم تحصل عملية اسمها ماتشنج. عارف ماتشنج يعني ايه؟ يعني اشوف هل الراجل ده كيس سنسيتيف ولا كيس انسنسيتيف. طيب لو انا قلت لك ان انا بعمل عملية حسابية من الالداب، معنى كده ان انا ممكن كمان اتأكد هل هو انتجر ولا لا، صح؟ صح؟ معنى كده ان انت هتحصل عندك عمليات، عمليات ايه؟ عمليات مقارنة. ده اللي انا عايز اوصله لك في الاخر. طيب كلام جميل يا سيدي. طيب تعال كده بص عليها، تعال كده نفتح اي ملف من السكيما اللي احنا كنا فاتحينها دي من شوية، وتعال نبص عليه. بص عندك كده حاجة زي كده، اوبا، خلي بالك من الكلمة دي، كده دي الايكواليتي بتاعته، دي اللي بقول لك ايه، عمليات المقارنة او عمليات المطابقة، بلاش المقارنة، عمليات المطابقة. هل انت عايز الاوبجكت ده اللي اسمه انفو دي تكون اجنور ماتش، ولا حاجة اسمها اكزاكت مش موجودة؟ طيب تعالى كده نعمل جريب،
عندك كتير اهو. كيس اكزاكت ماتش، اهو امسك ده كده، عندك فين اهو يا سيدي. بص عندك كده، بص عندك كده الايكواليتي بتاع الاتريبيوت ده مثلا اهو، عندك اتريبيوت موجود اهون واسمه فولي كواليفايد، او الديسكريبشن بتاعه فولي كواليفايد مش عارف ديستنجويش جافا كلاس مش عارف ايه، ما علينا. ده اوبجكت موجود، ده اوبجكت موجود او انتري موجوده، الايكواليتي بتاعتها المره دي هتبقى ايه؟ كيس اجنور ماتش. معنى كده انا بخزن اتريبيوت، ممكن اقول له ان الاتريبيوت بتاعك دوت لازم احدد شرط عليه كمان، مش شرط يكون بيتخزن ازاي، لا ده الفاليو بتاعته كمان تكون اجنور. لان لو قلت لك ان انا هخزن سترينج، هخزن سترينج، عايز اقول لك قيمه السترينج دي، يعني انا لو بخزن كده كلمه، انا لو بخزن عندي كلمه اسمها احمد، هل ينفع اقبلها كده؟ خلاص، رغم ان هي سترينج اهي وسترينج مقبول، وبرده الكلمه دي سترينج مقبول، ولا لازم اخزنها كده؟ وصلت؟ يبقى خلي بالك من الحكايه ديت، دي حته ثانيه تاخد بالك منها في الايه؟ مع الاوبجكتس، ماشي كده؟ طيب حلو جدا، وصلت النظريه؟ طيب حته بس هرجع لها تاني كده، قلناها من دقيقتين، انا قلت لك ان كل اوبجكت عندك، كل اوبجكت عندك في ال داب ايه اللي بيحصل له؟ كل اوبجكت بيتخزن بياخد او المفروض يكون له قيمه فاليد لما اجي اخزنه عليها، صح؟ انا بخزن لون الشعر، المفروض لون الشعر ده يا اما احمر او بني او اسود او ابيض مثلا، دي القيم المناسبه. طيب كل فاليو عندك، كل فاليو عندك بتاخد، احنا قلنا قبلها حاجه اسمها ايه؟ او اي دي. حد فيكم فاكر درس الاس ان ام بي؟ حد فيكم فاكر الدرس ده؟ الاس ان ام بي برضو قلنا عنده ايه؟ او اي دي. عارف الاو اي دي الاس ان ام بي كان بيعمل ايه؟ كان بيخزن قيمه ثابته لكل حاجه عندك. يعني ايه؟ يعني كارت الشبكه خلاص، او البورت اللي موجود على السويتش اللي رقم واحد، هياخد رقم، الرقم ده هيفضل ثابت مع السويتش طول حياته مش هيتغير. اهو ده نفس النظام بالظبط. لو انت عندك عملت اوبجكت، وليكن الاوبجكت بتاعك الجديد ده عنده اتريبيوت اسمه لون الشعر، فلون الشعر ده هياخد او اي دي مش هيتغير، القوه بتاعته مش هتتغير، خلاص شكرا، اتعملت مره وانتهت خلاص. طيب باكد، مين اللي بيحط الارقام دي؟ من اللي بيحط الارقام دي؟ اللي بيحطها ايانا، ايانا معلش خلاص خلاص. اوبجكت اي دي، او اي دي اختصار الاوبجكت اي دي خلاص. يبقى انت عندك كل اتريبيوت، اي كل اتريبيوت بيكون له قيمه، القيمه مين اللي بيحددها والسنتاكس بتاعها مين؟ اللي بيحددها هي ايانا، خلاص كده؟ خليك فاكر الحكايه دي. يبقى احنا النهارده اتكلمنا في اربع نقط من اول ما بدانا، قعدنا نلت ونعجن فيهم لحد ما زهقنا، معلش انا بركز عليهم لانهم اساسيين عندك. ليه؟ عشان كمان شويه لما نيجي نعمل مثلا ال داب اد، وتيجي تقول له ال داب اد وتنسى تدخل له مثلا اتريبيوت اساسي او اتريبيوت لازم يدخل، زي مثلا الاي دي بتاع اسم الاي دي بتاع اليوزر او الاسم بتاع اليوزر نفسه، هيطلع يقول لك لا يا عم ما ينفعش، لازم تدخل لي الاسم دون. طب جيت تدخل مكان الاسم، رحت مدخل لي تاريخ، هيجي يقول لك لا 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 انت بتهرج بقى، ينفع تدخل لي مكان اسم اليوزر تاريخ؟ خلاص معلش انا ركزت عليها شويه وغلست شويه فيها شويه وطولت قوي في الكلام عشان بس ايه، احاول اوصل لكم الحاجات دي. طيب الناس بتوع مايكروسوفت ما بيحسش بالمشاكل دي ليه؟ او حتى يعني ما بيشوفهاش ليه؟ لان مايكروسوفت بتجبره يدخل انتري من نوع معين. يعني لو انت جيت كده في الاكتف دايركتوري عندك ورحت جاي تدخل تاريخ، بتلاقي عامل لك كده نتيجه وانت بتختار التاريخ منها، فاهم؟ فاليوزر في مايكروسوفت ما بيحسش بيها. وصلت؟ لو جيت تدخل الراجل ده باسورد، في عنده بوليسي بتحدد الباسورد دي قبل كده من غير ما يحس بيها. لو جيت دخل اسم يوزر، اسم اليوزر ده له ريستريكشنز خاصه بيه. لو جيت دخل ايميل برضه نفس الحكايه، مش هيحس بيها. انما انت عندك لو انت هتشتغل من الكوماند لاين وتستخدم اللي احنا هنلعب معاه بقى المره الجايه ان شاء الله ال ديف، لو انت هتستخدم حاجه زي ال ديف دون،
الداب ده عباره عن تكست فايل هتحط له فيه كده شويه معلومات وتقول له دخلها للداب، بدل ما هتكتب بايدك ومفيش حاجه هتساعدك فتوقع اخطاء. فلما تيجي تلاقي اخطاء ايه اللي هيحصل؟ لما تيجي تلاقي اخطاء لازم تراجع نفسك وتشوف هل انا كنت بدخل فاليوز مناسبه ولا فاليوز مش مناسبه. وصلت نظريه؟ معلش انا غلست عليكم، انا بعتذر تاني للتغليس بس يعني حتى هتفيدنا قدام. حد عنده اي مشاكل؟ حد عنده اي مشاكل يا شباب؟ يوم النهارده مهم جدا بالنسبه لنا. حد يسأل؟ طيب مش معقوله كل الناس فاهمه بنسبه 100% يعني. ها ما هو الفيديو موجود. طيب ماشي، حلو جدا. طيب تعالى بقى كده ايه اعرفكو على اللي ده بقى عباره عن ايه. لا ده بكره، بكره هنعيش حياتنا مع ال ديف وهنبدا فعليا مع ال ديف ده بقى ندخل انتري. ايوه اخر حاجه بقى النهارده عايز اقولها عشان ايه ما نبقاش طولنا زياده عن اللزوم. هنعمل ايه؟ تعالى كده اوريك ال ديف ده متنظم ازاي. احنا قلناها امبارح بس يعني مبدأ واذكر يعني. ال LDAP يا سيدي شغال ازاي؟ ال LDAP شغال بالطريقة دي. حد فيكم فاكر ال DNS؟ حد فيكم فاكر ال DNS؟ كان شغال ازاي؟ كان في عندك دوت، تحت دوت هتلاقي فيه كوم، وهتلاقي نت، وهتلاقي اورج، صح؟ وهتلاقي مش عارف ايه وايه وايه. تحت كوم كنت هتلاقي مين؟ كوم هتلاقي مين؟ ريد هات مثلا، وهتلاقي جوجل، وهتلاقي مش عارف ايه وايه كمان. تحت نت برضو هتلاقي شوية حاجات كده نفس النظرية. تحت جوجل ده هتلاقي فيه دبليو دبليو دبليو، وهتلاقي فيه ميل. دبليو دبليو ده ممكن تلاقي تحت منه شوية حاجات برضو بالمنظر ده، وهكذا شجرة، صح؟ نفس الطريقة اللي شغال بيها ال DNS هي نفس الطريقة اللي ال LDAP شغال بيه بالظبط. بيبدأ عندك بحاجة اسمها توب. تحت توب دي خلاص ممكن تلاقي بيرسون مثلا. تحت بيرسون هتلاقي INET Organization Person. خلاص؟ طيب ايه دول بقى بالظبط؟ ايه دول حضرتك؟ ده اسمهم كلاسز. انت عارف قبل كده في الدي ان اس كان اسمهم ايه؟ كان اسمهم دومينز. التوب دومين او التوب ليفل دومين، وبعد كده السب دومين، خلاص، والسب ليفل دومين، صح؟ صح ولا غلط؟ ده كان في الدي ان اس. لكن في الـ في الـ في الـ في الـ في ال ده عندي اسمهم كلاسز، خلاص. وقلنا كل كلاس هي تشايلد من حد بتورث الصفات اللي موجوده فيه. يعني لو البيرنت ده كان عنده ريستريكشن، اللي تشايلد ده بياخد ريستريكشن بتاع البيرنت كمان. حلو قوي، حلو قوي قوي. ده انتوا كده زي الفل، كويس جدا. احنا قلنا الكلام ده النهارده بس بنذكر بيه مره ثانيه يعني. خلاص؟ طيب انا ليه بركز على حاجه زي كده دلوقتي؟ ليه بقى يا سيدي؟ لان سيادتك بكره لما نيجي نعمل LDAP فايل، خلاص؟ والLDAP ده ملف بستخدمه عشان اعمل عمليه مع ال LDAP سيرفر، زي ان انا اضيف مستخدم او اضيف بيانات او احذف بيانات او اعمل سيرش على بيانات او اعمل لها موديفاي. خلاص؟ ال LDAP عباره عن تكست فايل بحط فيه البيانات اللي انا عايزها وايه؟ وبقول له اعمل لي اوبريشن معينه، سواء اضافه، حذف، كويري، موديفاي، ان كان. ده ال LDAP فايل ببساطه، تكست فايل فيه الحاجات اللي انا عايز اعملها وانتهى. خلاص؟ طيب كلام جميل. لما تيجي بكره بقى، لما تيجي بكره وانت عايز، انت عندك كان ايه؟ ال LDAP كان متقسم ولنفترض ان هو كان بادئ بكده توب، بعد كده توب بيرسون، بعد كده INET اورج بيرسون او INET اورجنايزيشن بيرسون. الراجل ده انا عايز اعمل يوزر هو ممبر في الكلاس دي،
خلاص. لما اجي احط بياناته هينفع احط البيانات بتاعت دي بس، ولا البيانات بتاعت دي المطلوبه في دي والمطلوبه في دي والمطلوبه في دي؟ ده لازم تحط التلاتة. خلاص. طيب لو كان عندك توب ده بيقول لك ممكن يكون عنده اتريبيوت اسمه وليكن لون الجزمه، ها بيلبس لون جزمه بني ولا سودا، ممكن يكون عنده الاتريبيوت ده، هل الراجل ده مطالب ان هو يدخله ولا لا؟ والله لو بيقول له ممكن خلاص مش مطالب ان هو يدخله، لكن من حقه يدخله. اه من حقه يدخل الاتريبيوت ده. خلاص. يبقى الاتريبيوت بيخزن بناء على ايه؟ على الكونديشن بتاعه. طيب لو الاتريبيوت ده عند البيرنت لازم تدخله، هل ينفع ما دخلوش عند التشايلد؟ لازم تدخله عند التشايلد. خلاص. خليك فاكر الحكايه دي وانا بركز عليها، قلتها امبارح وبعدها تاني النهارده لانها هتطلع عيني بكره انا عارف. خلاص كده. حد عنده اي مشكله؟ حد واقع منه اي حاجه قلتها؟ ها جميل زي الفل. طيب حلو جدا. بكره ان شاء الله ان شاء الله هنبدا نشتغل مع مين؟ مع الالدف، وهنتكلم شويه على موضوع الكلاسز بالتفصيل. كويس ان انت جبت الموضوع اساسا لان لازم هنتكلم عنه. خلاص. هنسطب من الاول يعني؟ لا مش هنسطب من الاول على حاجه، بكره لسه مرحله التستنج بالنسبه لنا قبل ما نبدا الشغل بتاعنا. يعني هنقعد لك 3 4 ايام كده اعلمك ازاي تتعامل مع الالداب. احنا كده حتى الان لسه بنتعرف عليه واحده واحده، ومش عايز اشد في الاول لان في الاول بيبقى غلس بس شويه، بعد كده بتلاقيه الدنيا مشيت معاك زي السكينه في الحلاوه يعني. خلاص. فاحنا بكره هنعمل ايه؟ هنبدا نتكلم على الكلاسز بشكل مفصل، مش على الكلاسز بس، لا هنتكلم على الكلاسز والموست كومن اتريبيوتس اللي انت بتشوفها. خلاص. زي مثلا السي ان والدي ان. خلاص. وزي السي وزي الاو. في حاجه كده بتشوفها غريبه جدا في الليدا لما تيجي تعمل الليدا بالتحديد، في حاجات كتير قوي غريبه بتشوفها. هنتكلم ده، هنتكلم على الاتريبيوتس دي ماشي. وايه الار دي ان؟ حاجات كده هنبدا نتكلم عليها بالتفصيل الممل ماشي كده. حلو قوي. ايه تاني يا سيدي؟ اللهم صل على النبي. ايه تاني؟ بكره هنبدا نعمل شويه اليديف فايلز. ممكن بكره ما نتعمقش قوي يعني، على الاقل نعمل بكره على الاقل 3 4 ملفات على الاقل يعني، ونبدا نعمل عمليات زي عمليه اضافه، نضيف يوزر للالداب، نمسح يوزر ديليت. زي عمليه سيرش مثلا. تعال نبدا بكره مع السيرش لان السيرش ده اسهلهم، وبعد كده نبدا نعمل ايه؟ نضيف مستخدم ونمسح مستخدم، وتعال بعد كده نعمل موديفاي. العمليات اللي هي الاساسيه جدا البدائيه يعني. خلاص. يبقى ده شغلنا بكره ان شاء الله. حد عنده اي مشاكل ايا كانت؟ ها الادمن والدايركتوري مانجر اليوم اللي بعده اللي هو المره اللي بعد الجايه، مش بكره، مش المره الجايه، المره اللي بعد الجايه ان شاء الله. المره اللي بعد الجايه هنبدا نعمل انستول وهكلمك عليها بالتفصيل الممل. وليه في عندك دايركتوري سيرفر وليه في عندك ادمن سيرفر؟ خلاص ماشي كده. ها حد عنده اي مشاكل؟ جميل ماشي. نتقابل بكره بقى ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير.